قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. في مثل هذا اليوم من السنة الماضية كنت مع أبي هنا وساعدته في نقل التمور من المزرعة إلى المنزل. أتذكر ذلك؟ ولكن اليوم بفضل الله توسعت المزرعة وأصبح المحصول أكثر من السنة الماضية. سيكون ذلك عملا شاقا بالنسبة لك. أنا أيضا الآن أكبر من السنة الماضية وازدادت قوتي يا جدي. فواز، سوف نرى قوتك أثناء نقل التمور من السيارة إلى داخل المنزل. ها قد وصل التمر. سأساعدهم في إدخال التمور، فأنا لم أعد صغيرة. أحسنت يا نورة، ساعدينا. إن وزن الصندوق خفيف يا جدي. حسناً، سآخذ 3 صناديق دفعة واحدة. ولكن 3 صناديق عدد كبير لن تتمكني من حملها. إذا أدخلت 3 صناديق معاً كل مرة فسيكون عدد ما أدخلته أكثر مما أدخل فواز. ابنتي، هل أنت بخير يا ابنتي؟ ألم أخبرك بأن هذا العدد من الصناديق ثقيل ولن تستطيعي حمله؟ الحمد لله أنا بخير، كنت أظن أنني قادرة على حمل الصناديق 3 ولكني لم أقوى على ذلك. إن الاستخدام الصحيح للقوة هو أن يعرف الإنسان مقدار قوته الحقيقية ويتصرف تبعاً لذلك، لا أن يحمل نفسه فوق طاقته. هذا آخر صندوق في السيارة يا جدي. لقد انتهيت من جمع التمر الذي سقط مني. أحسنتم صنعاً جميعاً. أدخل سعد 18 صندوقاً وأنا أدخلت 10 صناديق وأدخل فواز 8 صناديق. هذا يعني أنني قد خسرت. لم تخسري يا نورة، فقد تعلمت اليوم درسا جديدا. وهذا صندوق من البسكويت المحشوي بالتمر الفاخر لك أنت وفواز. هذا يعني أنك لن تأكلي كل البسكويت وحدك. Ha 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 ha